هلا يا فرشاتي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كعادة كل فيديو ببتدي ان انا متأخرة في الفيديوز، وبقالي فترة ما نزلتش فيديوز. بس انا والله الشهر ده كان زحمة قوي عندي، كسافرت وانا سافرت رجعت لقيت عندي كده ظروف في البيت، وبعد كده انا تعبت وانا ما زلت تعبانة. بس بصراحة اكتر حاجة يعني بتخليني اخرج من مود التعب هي ان انا اقعد اسجل فيديو، خصوصا كمان انا الفترة الجاية مجهزة كذا حاجة. هي المفروض يعني الحاجات اللي انا مجهزاها دي كانت المفروض اصلا قبل السفر، بس يعني الحاجات اللي انا طالباها اتأخرت، فقلت هعملها بعد ما ارجع من السفر، يكون الشتاء كمان دخل. فيعني استنوا ان شاء الله الفترة الجاية هيبقى فيه كذا فيديو حلو. الناس اللي اول مره بتشوفني والناس اللي متابعاني، انا اسمي نيره، بعمل فيديوز عن الميك اب وعن سكين كير، وبتكلم عن برودكت نوليدج، بحيث ان انا اساعدكم تختاروا وتشتروا احسن منتجات باحسن سعر. ما تنسوش اهم حاجه لايك للفيديو ده، شير، سبسكرايب لقناه اليوتيوب وللفيسبوك وللانستجرام وللتيك توك. انا بسيب لكم كل اللينكس بتاعت السوشيال ميديا بتاعتي تحت، بحيث ان اللي عايز يتواصل معايا على اي سوشيال ميديا انا موجوده يبعت لي مسجز او دي ام. انا حرفيا 24 ساعه موجوده وبرد على اي حد بيبعت مسجز. مش هطول عليكم في الفيديو، او في الانترو، خلينا نبتدي الفيديو. طبعا زي ما انتوا شفتوا في العنوان، الفيديو بتاع النهارده هنتكلم فيه عن شويه تركات للميك اب. بصوا، اي بنت عامه بتستخدم ميك اب بيبقى عندها التريكات بتاعتها اللي بتساعدها انها يا اما تستخدم ميك اب اسرع، يا اما يبقى الطريقه بتحط فيها الميك اب اسهل. فكلنا عندنا تريكات ميك اب. ممكن الحاجات اللي انا هقولها النهارده دي تكونوا عارفينها، بس يعني للبنات اللي ما تعرفوش انا حبيت اشارككم التريكات دي. زائد كمان ان ممكن دي انت كنت بتعمليها مثلا، التريكات دي بتعمليها بطريقه مختلفه، انا جيت قلت لك على طريقه اسهل، فكملوا الفيديو لحد الاخر، اكيد اكيد هتستفيدوا. طيب، اول تركية هي السيتنج سبراي. طيب ايه التريك في السيتنج سبراي؟ قبل اي حاجة طبعا السيتنج سبراي بقى من الخطوات تقريبا مهمة جدا في الميك اب، سواء انت بتستخدمي ميك اب يومي او حتى ميك اب شهري او مثلا سهرة او كده. لان لو انت بتستخدمي ميك اب يومي مثلا، تقعدي بره البيت كذا ساعة، سواء شغل مثلا او جامعة، او انت بتخرجي بتبقي عايزة الميك اب يثبت على وشك، ما انتيش عايزة لما تخرجي الميك اب يطير او يسيح. فالسيتنج سبراي بقى تقريبا كلنا بقينا بنستخدمه. طبعا انا كنت عامله فيديو عن الفرق بين الفيكس وبين السيتنج سبراي، النهارده هنتكلم على السيتنج سبراي اللي هو بيثبت الميك اب، مش الفيكس اللي بيدمج شكل الميك اب على الوش. اولا انا ما بشتريش سيتنج سبراي، انا بصراحه بعمله، واللي انا بعمله في البيت انا حاسه ان هو يعني مريحني جدا. المكونات اللي انا بستخدمها فيه انا عارفاها، زائد ان انا جربته في احر جو ممكن يعني تتخيلوه، والميك اب كان ثابت على وشي. ايه المكونات؟ بتبقى ميه ورد وجلسرين طبي. طبعا ميه الورد هاتي اي نوع انتي بترتاحي فيه وبتستخدميه، سواء من الصيدليه او من اي مكان. انا بستخدم بتاعه ايفا، حلوه، وكل منتجات ايفا اصلا حلوه، وان شاء الله ربنا يسهل ناوي اعمل لكم ريفيو عن كام حاجه من السكين كير بتاعه ايفا. زائد جلسرين، الجلسرين انتي بتجيبيه من الصيدليه برده نفس الكلام، سهل ويعني بسيط قوي انك تجيبيه ورخيص. هو بيور جلسرين، يعني جلسرين نقي. لما بتخلطيهم على بعض، لو مثلا هتستخدمي شويه دول بيبقى معاها نقطتين ثلاثه من الجلسرين. ليه انا بستخدم جلسرين ما بستخدمش جل صبار؟ كل الفيديوز اللي على الانترنت 5 minute crafts والحاجات دي بيبقوا بيستخدموا جل صبار. على فكره الجلسرين اقوى من جل الصبار، دي اول حاجه. في ناس هتقولي ان هو بيسد المسام وكده، بس انا ما بستخدمش كميات كبيره، انا بستخدم حاجه بسيطه قوي. زائد اصلا ان انتوا لو بصيتوا في المكونات بقى بتاعت اغلب الـ 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 الحاجات اللي هي بتتبخ السيتنج سبراي او الفيكس، هتلاقوا فيه جليسرين. فكده كده هو داخل اصلا في المكونات بتاعت السيتنج سبراي. بتجيبيهم وبتخلطيهم على بعض وبتحطيهم في بخاخه وبترجيهم كويس قبل كل مره بتستخدمي، يعني بتستخدميها رجيه، لان الجليسرين تقيل بيسقط تحت، هيبقى يعني تحس ان هو سنه فصل، فرجيه كويس واستخدميه. التركية بتاعت النهاردة طبعا لو انتي بتعمليه هتحطيه في بخاخة زي دي كانت بتاعت كحول، كنت جايباها لبنتي اللي هو بتاع السرة. بعد ما خلصت غسلتها كويس ونضفتها وشلت الليبل من عليها وكنت بستخدمها. عيبها البخاخة نفسها، الحتة اللي هي اللي فوق دي، المست نفسه او الحتة دي بتطلع المية كتير، يعني بحيث انها بتطرطش مية على الوش،
وده بيضايق ليه؟ لان انت لو قربي يعني لو هي طرطشت على وشك وهو هيسيح الميك اب مش هيثبته. السيتنج سبراي الحلو اللي البخاخه بتاعته بتبقى ناعمه، بيبقى الجزيئات بتاعت المايه ناعمه، فانا ده لما باجي استخدمه بضطر ان انا ابعد ايدي على الاخر وارش عشان خاطر ما ينزلش على وشي ميه كتير فيسيحها، وده طبعا ساعات كان بيهدر منه كتير، لحد ما لقيت او جبت دي الزازة دي بتاعت علبة دواء، انا مش فاكرة ايه هو، بس هو دواء اللي هو برضه جايبه لبنتي حاجة كده للزور. بعد ما خلصت انا خدت بالي لما بخيت منها لقيتها اولا ناعمة، يعني دي ناعمة بتنزل البارتيكلز بتاعت الحاجة اللي جوه انعم من دي تحس انها بتمخ مية في الوش، دي ناعمة قوي. غسلتها كويس ونضفتها وحطيت نفس المكونات اللي انا حطيتها هنا وبستخدمها على وشي انعم بكتير من دي، ما بحسش انها بتطرطش على وشي مية. هي شكلها غريب بس يعني انت كده كده بتستخدمي الميك اب بتاعك في البيت، يعني ما انتيش محتاجة تخرجي بيه او كده، وعلى فكرة صغيرة لو انت من الناس اللي بتحبي تاخدي معاكي حاجة زي كده هتعرفي تاخديها معاكي في الشنطة وهتبقى حلوة جدا، والأدوية والحاجات اللي زي كده بتبقى رخيصة جدا وبجد حلوة جدا. التريكاية التانية الايلاينر. طيب انا اللاينر ده من ذا بالم انا بحبه جدا حلو، بس هو ريشة كده اوكي. انا كتير ما بعرفش استخدمه علشان خاطر انا ما بعرفش استخدم القلم يعني اللي هي الايلاينرز الريشة، بس انا بحب النوع ده جدا وما بيسحش وما بي ما بيعملش بليت فوق عيني، ما تحسيش ان هو دخل في الخطوط بتاعه الجلد، انا بحبه قوي بس في نفس الوقت ما بعرفش استخدمه. فعايز اقول لكم انا ركنه فتره كبيره لدرجه ان هو تقريبا قرب ينشف من كتر ما بستخدموش، لحد ما انا يعني جربت اعمل التركايه دي. هاتوا اي للناس اللي ما بتعرفش تستخدم الريشه، لو بتعرفي تستخدمي الريشه شابو ليكي وتمام، هاتي اي قلم بتاع ايلاينر قديم عندك او حتى اشتري اي واحد اي كلام، بس تكون بس اهم حاجة الفرشة بتاعته دي رفيعة. ولو انت هتشتري دي تحاولي تنشفيه، او لو هو ناشف عندك تمام جدا نشفيه اكتر. واعملي ايه؟ افتحي الايلاينر كده وحطي عليه واستخدميه، اسهل بكتير لو انتي بتعرفيش تستخدمي الريشة. هتتعرفي تتحكمي، لو القلم سنه رفيع هتطلعي اللاينر بتاعك شارب، وانتي كده هتشتري الايلاينر اللي انتي بتحبيه ومش عايزة تغيريه، وهتعرفي تلاقي فيه طريقة للاستخدام وممكن تستخدميه اكتر من مرة، يعني مش كل مرة هتطلعي، يعني انتي ممكن تستخدميه اهو اكتر من مرة، هو كده كده اصلا ناشف كل ده من الكام واحدة اللي انا حطيتهم عليها. وشيليه، شيليه على يعني مقلوب كده وحطيه، وممكن لما ترجعي تستخدميه تلاقيه لسه شغال معاكي. ودي تركاية بجد عايزة اقول لكم، انا ماليش قوي في الايلاينر، يعني ما بحبش قوي كل مرة احط ميك اب احط ايلاينر، بس لما بحط وبعد التركاية دي بجد ساعدتني كتير. هاتوا اي قلم ده بتاع ام ان هتلاقوه في كل المكتب، يعني في كل الاماكن اللي بتبيع ميك اب ورخيص، في اقلام ايلاينر كتير رخيصة ممكن تشتريها حتى لو كوبي مش هيفرق، انت كده كده مش هتستخدمي اللي جواه، نشفيه شيلي لو بتتفكي شيلي الانبوبة من جوه ونشفيه خالص، اغسليه بمية ونشفيه واستخدميه كأنه ريشة. انا عارفة دلوقتي في فرش كتير للايلاينر بس اغلبها بيبقى غالي، انا عندي استنى هوريكو، عندي الفرشة اللي هي عندي حاجة شبه كده اللي هي اللي بميل دي، وعندي دي، وما بحبش استخدم الاتنين، يعني انا حرفيا الاتنين مش عارفة، انا بحب يبقى القلم في طريقة اللي هي انك بأي موس عندك، لو عندك مثلا الفرشة تخينة، لان اغلب الفرش الرخيصة عيبها انها تخينة، والفرش بتاعت الايلاينر والحواجب المحترمة البراند حلوة غالية، انا شفتها معدية ل 300 وال500 جنيه. بتجيبي اي ديت اللي هي الشفرة بتاعت الوش وبتفضلي تعملي كده 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 لحد ما ترفع، بس دي الفكرة ان التركية دي لو انتي مش هتظبطي ايدك، يعني لو انتي بظبطي ايدك هتبوظي الفرشة على الفاضي، هتلاقي نفسك يعني خدتي منها كتير وباظت منك، انا جربتها وبوظت كذا فرشة. فهي احسن طريقة
بالنسبه لي وبالنسبه للبنات اللي مش عايزه فرشه دي. وممكن على فكره تستخدميها في جل، يعني انت لو عندك جل لاينر ومش عارفه تستخدميه عشان الفرشه، جربي الفكره دي. مش لازم تجيبي لها فرشه غاليه ب 400 او ب 500 جنيه، جربي الطريقه دي. وكده كده الجل لاينر بيبقى سايح، حطيه فيها يعني حركيه كانك بفرشه الوان بتحركيها في الوان وارسمي، هيرسم معاكي. وكده انت وفرتي على نفسك انك تشتري فرشه. التركية دي بجد حلوة جدا، جربوها. لو حد جربها يسيبلي تحت في الكومنتس. التركية اللي بعد كده الحواجب. زي ما شايفين مش عاملة حواجبي، لان انا هحاول اوريها لكم. بصوا دلوقتي ترند الشعرة شعرة كتير، يعني ناس كتير بيبقى اهم حاجة انها تجيب فرشة رفيعة قوي عشان خاطر بالجل بتاع الحواجب تعملوا اللي هو الشعرة شعرة. بس برضو زي ما قلت لكم انتوا مش محتاجين تشتروا فرشة غالية. انتوا ممكن تعملوا ايه، دي اللي هي الفرشة اللي بتيجي تقريبا في اغلب الستس بتاعت الفرش، وممكن تلاقوها كمان في المحلات الاتنين ونص والحاجات الرخيصة، اللي هي السبولي اللي بتبقى عاملة زي بتاعت الماسكارا. بص انا مبحبش استخدم جل، يعني مبحبش استخدم جل، انا مبحبش استخدم حاجات الرطبة عامة للحواجب علشان خاطر بحس انها بتوقع شعر الحواجب. هاتوا اي فرشة عندكم، انا بستخدم باودر بصراحة، انا بحب استخدم الدرجة دي لحواجبي من الباليت بتاعت بي اتش. هاتوا اي باودر وحطوها على الفرشة كده وسرحي حواجبك بيها، هتعمل افكت الشعرة شعرة، لان هي اصلا السنون اللي فيها رفيعة هتعملك. طبعا بالجل هتبقى احسن بكتير من الباودر، لان الباودر كده كده اصلا بتبقى ناعمة، فصعب انك تعملي بيها الشعرة شعرة. سرحي بيها حواجبك، اولا هتدمج الحواجب، تاني حاجة هتديكي افكت الشعر شعرة ده بالذات كمان لو هي انعم من كده. ممكن تحطيها هي شخص يعني هي نفسها في الجل وتسرحي بيها حواجبك بحيث انها تملى الفراغات، وبعد كده هتلاقي نفسك انتي وانتي بعد ما بتخلصي هي اوريدي اتدمجت وعملت الافكت بتاع الشعر شعرة من قدام، وما انتيش محتاجتيش تشتري فرشة غالية. ممكن كمان تعملوها بالقلم، بس يعني مش هتبقى قوي، ده قلم بتاع فوريفر 52 برضو كده، هتمشوا القلم كده على الفرشة على قد ما تقدروا، طبعا الجو برد فالقلم ناشف شوية. وهتعملوا كده هيعمل نفس الافكت، بس طبعا مش زي الجل. الجل افضل حاجة تعملي بيها الموضوع ده، لان هو فعلا يعني احسن افكت، او هو يعني حاجة عاملة يعني عاملة زي الكريم، فلما هتسرحي هيديكي الخطوط. بس انا عامة كده كده يعني بعمل الحركة دي بس لما ببقى عندي مناسبة وعايزة الحاجة يبقى شكلها يعني بيرفكت او مظبوط، بعمل الموضوع ده بالباودر او بالقلم. ساعات بروح مسخنة القلم شوية بحيث ان هو يسيح، يبقى عامل زي الليكويد كده، واحطه واسرحها وبس. وفرتي برضه على نفسك انك تشتري فرشه حواجب غاليه. طبعا التريكات دي للميك اب اللي هو الاستخدام بتاع البنات، مش ميك اب ارتست. ميك اب ارتست انتوا شغلكم مختلف تماما، يعني انتوا عايزين تعملوا التريكات دي بحيث ان انتوا تسهروا على نفسيكوا تمام، بس يعني شغلهم بيبقى مختلف. علشان لو في ميك اب ارتست بتتفرج عليا هتقول لي ايه اللي انت بتقوليه ده، فانا بتكلم للبنات اللي بتستخدم ميك اب ولسه بتبتدي ومش عايزه تشتري حاجات كتير باللي عندك، يعني بأرخص حاجة عندك تعرفي تحطي ميك اب. تعالوا بقى نشوف التريك الأخيرة بالنسبة للرموش. طبعا زي ما انتم شايفين انا مش حاطة اي حاجة في رموشي عشان احاول اوريكو. كلنا ناس كتير قوي يعني مستقلة قوي بالمقص ده، او مش عارفة اسمه ايه، بس يعني انا ممكن نسميه مقص الرموش. بصوا مفيش حد بيلبس رموش صناعية كل يوم، وفي نفس الوقت انتي عايزة رموشك تبقى متنية وطويلة وشكلها كأنك حاطة رموش، المقص ده الحل. بس بقى التركاية انك طبعا تعمليه قبل ما تحطي المسكرة وبعد ما تحطي المسكرة. التركاية انك تسخنيه قبل ما تحطي المسكرة باستشوار، انا عشان بس الاستشوار مش جنبي فهوريها لكم بولاعة، بس طبعا يعني وورنينج عشان خاطر دي حاجة على عينك تجربيها على ايدك قبل ما تحطيه على عينك عشان ما تبقى سخنة. ماشي الولاعة كده او الاستشوار سخنيه شوية اهي، اتأكدي انها مش سخنة، يعني اهي هي مش سخنة، انا حاطة ايدي عليها اهي، واستنوا اجيب مراية واتني بيها رموشك وهي دافية.
بصوا انا شايفاها في المرايه بجد طبعا هتبان اكتر من ماسكارا. ليه احنا بنعمل الحركه دي او ليه انت بتسخنيها؟ زي شعرك، انت شعرك لما بتحبي تعمليه كيرلي او يبقى فيه تانية بتستخدمي الحراره علشان تتني، نفس الكلام الحراره هتساعد ان الرموش تفضل متنيه اطول وقت ممكن غير لما تعمليها لوحدها. بدي الحراره هتساعد ان الرموش تفضل متنيه ومرفوعه لفوق مع الماسكارا كمان. يعني تعالوا نحط بقى ماسكارا، دي الماسكارا بتاعت فولس لاش افكت بتاعت اماندا، انا بحب الماسكارا دي جدا ورخيصه جدا وبتعمل افكت رموش حلو قوي. طبقه خفيفه جدا هنحط منها، يعني انا بحط عامه ماسكارا بحاول احط طبقه خفيفه لان انا بحاول احافظ على رموشي الطبيعيه على قد ما اقدر، اني ما اجهدهاش اني احط جلو او احط ماسكارا كتير علشان الحاجات دي طبعا مع الوقت بتوقع الرموش. بصوا الافكت عايزين تعيدوا عليها تاني، بس هي الفكره ان السخونه مع الماسكارا هتسيحها، فممكن تعيدي عليها لوحدها، يعني ممكن تعيدي كده من غير ما يبقى فيه سخونه، هي كده كده لسه دافيه سنه ف هتتني الرموش وهتحافظ عليها متنيه لفوق اطول وقت ممكن غير لما تعمليها بيها. بس اهم حاجه جربيها على ايدك قبل ما تحطيها على عينك، لان طبعا دي عينك احنا ما فيهاش هزار، تجربيها على ايدك علشان خاطر ما تلسعيش نفسك او تعوري نفسك او تحرقي رموشك او حاجه. بجد التركية دي حلوه جدا ومحدش اصلا بيستخدم يعني قليل قوي لما بشوف حد بيستخدم التنية ديت في الروتين بتاعه، سهله وبتلاقوها في اي صيدليه، في منها انواع غاليه بس انا شايفه ان الغالي زي الرخيص هي هي، يعني فكره انواع غاليه يبقى شكلها احلى شويه، بس دي ممكن تلاقيها حرفيا في اي صيدليه او عند اي حد بيبيع ميك اب، تلاقيها كمان ساعات بتبقى ست كده ومعاه فرشه ومعاه حاجات كتير. بجد جربوا التركية دي اعتقد يعني باينه في الكاميرا الفرق حلو جدا، وبتبقى حلوه كمان جدا في التصوير، الرموش اصلا من اكتر حاجات اللي بتبين الميك اب شكله حلو. جربوها واللي جربها يسيب لي تحت في الكومنتس. بس كده ده فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واتمنى تكونوا استفدتوا. اللي جرب اي حاجه من دي او اللي اوريدي بيعمل الحاجات دي في الروتين بتاعه يسيب لي تحت في الكومنتس. وزي ما انا قلت لكم الفيديو اللي فات، انا معلش الفيديو دوت مش عارفه اعمل تحيه للي عمل لي كومنت الفيديو اللي فات، بس زي ما قلت لكم كل فيديو هنقيك اول كومنت اتكتب وهعمل له شاوت اوت هيتقال اسمه الفيديو اللي بعديه، فلو انت عايزه تسمعي اسمك وبقول لك كلمتين حلوين سيبي لي تحت في يعني سيبي لي تحت كومنت باي حاجه حتى لو ايموجي، يعني هقول الاسم. وبرده سيبوا لي تحت انتوا حابين تشوفوا ايه الفتره الجايه، انا الفتره الجايه في كذا ريفيو ان شاء الله نازل، خمنوا انا ممكن اكون هنزل ريفيو عن ايه، في حاجات جديده حاجات محدش بيتكلم عليها هنا في مصر مش عارفه ليه، انا طالباها بس هي اتاخرت شويه، انتوا عارفين بقى الحاجات لما بتيجي من بره بتاخد وقت، هعمل عنها ريفيو وان شاء الله هتعجبكم، وان شاء الله بعد الفيديوهات اللي جايه دي هلاقي مصر كلها بتتكلم على الحاجات اللي انا بتكلم عنها، ف يعني وهتكلموني تسالوني الحاجات دي انا جبتها منين. مش هطول عليكم الفيديو اكتر من كده، اتمنى الفيديو بعد ما اعمل له اديت يبقى قصير ما يبقاش فيديو طويل. واهم حاجه لايك وشير وسبسكرايب، واعذروا صوتي لان انا صوتي تعبان عشان خاطر انا لسه تعبانه، فاعذروني لو كنت بنهج في الفيديو او صوتي يعني صوتي بمقطع، بس انا والله على قد ما قدرت حاولت ان انا صوتي يبقى مظبوط في الفيديو. ومش هطول عليكم اكتر من كده، واشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.